قامت عناصر النادي الأهلي المصري برمي ميداليات المركز الثاني لانهاء رابطة إفريقيا بعد خسارة اللقب ضد الوداد المغربي. وخسر الأهلي الأمس الاثنين نهائي تشامبيونز ليج ضد الوداد المغربي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي لعب بالمغرب والذي عرف جدلا واسعا حول مكان إجراء النهائي. كما قام لاعبو الأهلي برمي الميدالية التكريمية لوصولهم لنهائي المسابقة، ورفض رئيس الأهلي محمود الخضري مصافحة رئيس الفيفا انفانتينو كنوع من الاحتجاج على قرار رفض الكاف طلب الأهلي بتغيير مكان إقامة النهائي بعيدا عن ميدان الفرق الأربع المتأهلة للنصف نهائي المسابقة. وصرح في هذا الشأن مدرب الأهلي موسيماني عقب نهاية اللقاء الفريق الأفضل خسر اليوم، وأضاف موسيماني لو لعبنا في ملعب محايد وجمهور متساوي بين الفريقين عندها نتحدث عن الفوز والخسارة. وتحدث موسيماني عن رفض الكاف تغيير ملعب المباراة في آخر محايد، كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم. وهنا بدورك عزيزي المشاهد شاركنا برأيك في التعليقات في الأسفل، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد.